كنت أحس بأعراض تنميل الريول والخدران وألم بالظهر بأسفل الظهر، واتجهت حق دكتور باطرة. تحسنت حالة العمة بشكل تدريجي، وبدأت تمارس حياتها اليومية بشكل طبيعي، إلى جانب توصياتنا بعمل التمارين الرياضية الخفيفة لتقوية عضلاتها. جواهر الرشيد من الكويت. وياي بهدف مراجعة بعد العملية سويتها بـ 2015. كنت أحس بأعراض تنميل الريول والخدران وألم بالظهر بأسفل الظهر، واتجهت حق دكتور باطرة. مقدراتهم تطور، أنا جيت هالسنة لقيت تطور خلال سنتين اللي كورونا منعونا من السفر، وأنا متعودة كل سنة بعد العملية أراجع عشان أشوف شنو أثار العملية اللي صار فيني، والحمد لله بدينا هالمرة بعلاج العلاج الطبيعي، خذت 9 جلسات والحمد لله علاجهم كان من أحسن ما يكون، لأن فترة إني بالكويت سنتين ما جيت صار شوية انحناء مع العمود الفقري، والحمد لله سويت أشعة هني وطلعت ردة طبيعة الظهر ورد باستقامة، وقمت أراجع بالعلاج الطبيعي 9 جلسات. بالنسبة لحالة العمة جواهر، فمنذ عام 2016 جاءت إلينا وهي تعاني من آلام في الظهر، إذ كانت تشتكي من ألم شديد في أسفل الظهر مع وجود التنميل في الساق والصعوبة في المشي، حيث إنها أجرت عملية جراحية في عمودها الفقري في السابق، إلا أنها كانت لا تزال تعاني من آلام أصبحت مزمنة بعد تلك الجراحة، مما جعلنا نعيد تشخيص حالتها المرضية مرة أخرى ونضع الخطة المناسبة للعلاج. في هذه الصورة تظهر لنا صورة الأشعة للعمود الفقري للعمة جواهر عندما جاءت إلينا لأول مرة وقد أجرت عملية جراحية سابقة في الظهر وتم وضع البراغي وتثبيتها في الفقرات المتضررة، بيد أنها في هذه المرة أصبحت تعاني من تآكل الفقرة التي تلي الفقرات السابقة نحو الأعلى، وعندما أجرينا لها الجراحة أضفنا لها براغي ودعامات وعارضة لتثبيت الفقرات بشكل أكبر. بعد ذلك تحسنت حالة العمة بشكل تدريجي، وبدأت تمارس حياتها اليومية بشكل طبيعي، إلى جانب توصياتنا بعمل التمارين الرياضية الخفيفة لتقوية عضلاتها. في الواقع وبعد إجرائنا للجراحة في عام 2016 كانت العمة جواهر تأتي للمراجعة بشكل سنوي، وكانت تطلب الاستشارة الطبية في العديد من الأمور التي تخص حالتها المرضية كي تطمئن على حالها، وهذا أمر جيد، إلى أن جاءت في هذه المرة وأخبرتنها أنها بدأت تعاني من آلام في الظهر مرة أخرى، وقد ذهبت إلى الأطباء في بلادها وأخبروها بأنها بحاجة إلى عملية جراحية أخرى، مما جعلها هذا الأمر في وضع مقلق، فقمنا حينئذ بإعادة عمل الفحوصات ليتبين لنا أنها تعاني من مشاكل في الفقرات العلوية التي تلي الفقرات التي تمت معالجتها سابقا، ولكن رؤيتنا للحالة كانت أنه قد لا يستلزم التدخل الجراحي في معالجة العمة في الوقت الحالي، وذلك بحسب الأعراض التي ذكرتها لنا، وأننا سوف نعالجها بالعلاج الطبيعي واستخدام الأدوية، لتجد العمة جواهر نفسها بأنها قد استفادت فعلا من العلاج بحسب قولها، وأصبح بإمكانها التسوق والمشي لمسافة أطول كما كانت في السابق من دون الحاجة إلى العلاج الجراحي لحل مشكلتها الصحية. المكان حلو وهادي ومعاملة، صراحة ما لقيت معاملة مثلهم، والكل اللي قام على الأعمال إنهم زينين ويرحبون بالمريض وبمراجعاتنا ويهتمون بالأوراق الرسمية.
وايد أنا نصحت وعطيت كروت وخصيتهم دكتور باترة، لأنه فعلاً اسمه ملك العظام، وش تاني ملك العظام. وخدماته وتطور، أنا استغربت من المبنى الجديد اللي انفتح بخلال كورونا، واهتموا وايد في مرضاهم وفي أشياء وايد يهتمون، يعني كتخصص علاج طبيعي بعد إن شاء الله يكون التطور أكثر. والله أشكر كل المستشفى على قائمينها وعلى العلاقات العامة خاصة، والشيخة نورة خاصة بإقامتها ومساعدتها لي وايد، وكل شيء ما يخص المستشفى الصراحة كلهم من علاقات عامة من إصطاف تمريض كلهم من أحسن ما يكون، وإن شاء الله التوفيق والأعلى، وكل ما أي ألقى تطور زيادة بالأجهزة بالطريقة العمليات الصح، والمراجعات تكون خفيفة. وأنا متعودة كل سنة أي لازم كل شهر واحد أكون هني للمراجعة إن شاء الله. مشكورين. Leave us a comment below if you have any questions, and please hit the subscribe button to stay updated with our healthcare videos.